أريج، طوال سنين الحرب على سوريا لم يتوقف إنتاج المخابز عن تأمين لقمة عيش المواطن السوري من الخبز ليوم واحد، ولم تختلف جودته بين يوم وآخر، بل على العكس كانت جميع الجهود متضافرة للحفاظ عليه. يوري، بكين كان في إشاعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت موضوع الخبز وإمكانية تراجع إنتاجه أو حتى ارتفاع سعره، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك يوما بعد يوم. واليوم نحن بهذا المخبز ومع عماله رح نضيء أكثر على الموضوع، وأكيد بصيرنا أن نرحب بالسيد معن خضور مدير فرع مخبز دمشق. يسعد صباحك أستاذ معن. صباح الخير. كل عام وأنتم بخير يا رب. كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم الصحة والسلامة. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن واقع يمكن الأفران والمخابز رغم كل ظروف الحرب على سوريا، أنه ولا فرن توقف عن العمل ليوم واحد. فينا نقول في البداية تحية للجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب على امتداد جغرافيا السورية، والرحمة لشهداء الجيش العربي السوري والشفاء العاجل لكل جرحانا. كل عام وعمال سوريا بألف خير، كل عام وكل عام بخير للعاملين في المخابز الذين يواصلون عملهم ليل نهار من أجل تأمين الخبز لكل عائلة سورية. كل عام بخير لسيد الوطن الرئيس دكتور بشار الأسد. مما لا شك فيه أن الشركة العاملة للمخابز من أكثر الشركات العامة تضررا منذ بداية الأزمة، حيث واجه قطاع المخابز تحديات كبيرة مع بدء هذه الحرب الممنهجة على الشعب السوري. ويمكن الإرهاب حاول كثير يستهدف جميع المنشآت الرسمية، وذلك لارتباط قطاع المخابز مباشرة بلقمة عيش المواطن السوري. فكان رغيف الخبز هو خط أحمر بالنسبة للحكومة والعائلة السورية على حد سواء. هلا تعرفي منذ بداية الأزمة والعصابات الإرهابية تقوم بحرب ممنهجة على هذا القطاع، على الدولة السورية بشكل عام وقطاع المخابز بشكل خاص، فقامت بتدمير البنى التحتية من معامل الخميرة والصوامع والمطاحن. ولكن بفضل الدعم المقدم لنا من الحكومة والمتابعة الحسيسة لنا ولعمالنا الذين كانوا يصلون الليلة بالنهار من أجل تأمين مادة الخبز لكل مواطن في مدينة دمشق. يمكن اليوم احنا طالعين بحلقة استثنائية من المخبز الآلي في مشروع دمر، خلينا نحكي عن واقع هيدا الفرن. هلا بالنسبة لمخبز دمر هو أحد المخابز المهمة والذي يعمل بثلاث خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية يومية تقدر 45 طن خبز يوميا. يتم توزيع هذا الخبز تعرف ضمن الأحياء الموجودة في منطقة مشروع دمار. لا نحن يعني أستاذ معنا في كتير إشاعات مثل ما ذكرنا دايماً بتطل رغيف الخبز. اليوم كمان من إحدى الإشاعات كانت بالفترة الأخيرة أنه في نقص يمكن بالمستلزمات بإنتاج رغيف الخبز، كيف عم تتصدوا لهالإشاعات؟ هذه عبارة عن شائعة. مستلزمات الإنتاج متوفرة بشكل كامل من دقيق وخمير وملح، وهذا طبعا خلال الأزمة وفترة السنوات السابقة كانت تقوم العصابات الإرهابية بمحاولة مثل ما قلت لك إنه تدمير معامل الخميرة والصوامع والمطاحن، حتى تدمير المخابز المحيطة بمدينة دمشق. لأننا ولا يوم من الأيام صحيح كان في قلة بالمستلزمات الإنتاج، ولكن كانت الحكومة سريعة بتأمين مستلزمات، ولا يوم خلتنا ننقطع من تأمين هالمستلزمات من أجل تأمين رغيف الخبز للمواطن. طبعا نحن مثل ما تعرفي يعني ما تركت شيء العصابات الإرهابية إلا واشتغلت، طبعا بفضل مساعدة الجيش والقوات المسلحة لنا بوقفتهم معنا بتنظيم الأدوار، وأحيانا كانوا يدسوا العصابات الإرهابية سمومهم بين المواطنين ويقوموا بشراء الخبز كمية من الخبز بكميات كبيرة وإتلافها بشكل
الحمد لله تجاوزنا هالمرحلة. طيب خلينا نحكي اليوم شو الصعوبات والمعوقات اللي عم تواجهكم؟ يعني في كتير جهود مضاعفة عم تبذلوها للاستمرار في إنتاج رغيف الخبز. نحن عم نحكي عن رغيف الخبز لأنه إله رمزية وخصوصية، فينا نحكي نقول رغيف الخبز اليوم هو أمن قومي للمواطن السوري. هلا مثل ما تعرفي مثل ما قلت لك، نحن لا يمكن أنه نقصر ولا دقيقة بتأمين كافة مستلزمات الإنتاج من أجل تأمين الرغيف. هلا الصعوبات اللي بتواجهنا كانت هي الطرقات، ومثلا يكون في عنا عمال من مناطق بعيدة، نحن نقوم بتأمين هؤلاء العمال وتأمين منامي يعني ضمن المخابز من أجل استمرارية إنتاج الخبز حتى لا تحدث اختناقات واختناقات بين المواطنين من أجل تأمين بادر. سيد معن رح نتابع حديثنا معك، أما هلأ بس بدنا ننتقل لمحافظة اللاذقية لنستمع على بعض المعايدات من المواطنين السوريين لعمالنا في 1 أيار عيد العمال. كل عام وجميع عمال سوريا بألف خير، مع مراسلتنا علا ناصر. عيد على سوريا بالأمان وبالخير لكل الناس، وشوي تفرجوا عنهم للعمال إن شاء الله بصير وضعهم أحسن، وكل عام هن بألف خير إن شاء الله. عمال عم يشتغلوا لهالوطن ويتعبوا ويقدموا، وكل عام وأنتم بخير. نحن بنشكرهم على جهودهم الكافية، والله يعطيهم العافية والله يقويهم، ونحن سوا عم نعمر لسوريا نحو الأحسن بإذن الله. مو بس عمال، ونشكر الجيش العربي السوري كمان يلي هو العامل الرئيسي لحد الآن أنا وياك عم نحكي هلا مع بعض. يعني عيد العمال عيد عظيم، يعني العمال عم يكملوا مع الجيش العربي السوري في بناء الوطن. يعني ننسى مثلا ما ننسى عمال الكهرباء، عمال النفط، عمال كل الشركات يعني عم يقدموا يعني وعم يضحوا ورح لهم شهداء. يعني كل عام وانت بخير لكل العمال. يعني عمال هن بنات حقيقيين في يعني أداة من أدوات بناء المجتمع بشكل حقيقي، ونحن بنقول لهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله سواعدكم وإيمانكم بهذا البلد وبإمكانياتكم تقدروا توقفوا هذا البلد مع الجيش كأداة رديفة فعالة مع الطلبة. الجيش على الجبهة والعامل محله، بس عم بيتابع يعني عم يبذل كمان بمكان آخر، عم بيضحي يعني نفس التضحية بحيث انه ما يتعطل شيء بالوطن كله. يد العاملة هن اللي عم يشتغلوا وبعملوا، والله يعطيهم العافية. كل عام وانتم بخير، والله يمدهم بعافيتهم ويطورهم في هالبلد. معنا اليوم عم يتم بذل جهود كبيرة لإعطاء هالعاملين حقهم، ويعني مقابل هالجهود الكبيرة اللي عم يبذلوها في سبيل دائما يعني توصيل رغيف الخبز لكل أسرة سورية. شو هالجهود اللي عم تبذلوها أكيد لحتى ينعطوا حقهم هالعاملين؟ هلا بالتأكيد إنه عمالنا عندهم ساعات عمل طويلة جدا، يعني تتراوح حوالي 12 ساعة عمل يوميا، ومن خلال الجولات المكثفة من سيد وزير التجارة وحماية المستهلك والاطلاع على واقع العاملين في هذا في المخابز، وجد أنه جميع نسبة معينة من العمال غير مثبتة، فقام بإجراء عقود سنوية لهم من أجل الحصول على مكرمة غلاء المعيشة، مكرمة السيد الرئيس بغلاء المعيشة اللي هي البالغة 11500 ليرة، وأعطاهم حقوقها، بالإضافة إلى جولات والمفاجأة عندما يجد مثلا السيد الوزير أنه الخبز جيد وتعب هؤلاء العمال، كان يقوم بصرف مكافآت شهرية تقدر ب 5000
ليرة شهرية، لأنه عمالنا بتعرفي عملهم طويل يعني ليل نهار. بالإضافة ممكن ما يعني نحن بالمخابز أكثر شريحة تعرضت للأذى، وخاصة أنه نحن قدمنا شهداء في بعض مخابز بزنا مثل مخبز شاغور ومخبز عدرا ومخبز برزي الآلي، وخطف سيارات هالمخابز. فكانت الحكومة دائما متواجدة وتقدم لنا كل مستلزمات ومستحضرات العمل التي تؤمن حقوق العاملين. أكيد الرحمة لجميع شهدائنا. خلينا نحكي عن تثبيت العمال المقاومين، قديش مهم تثبيتهم؟ في كان منحة لهم؟ عملية تثبيت العمال هي بتخلي استقرار باليد العاملة العمال المقاومين، وبتحفز العاملين. هلا وقت اللي بيكون العامل مقاوم يعني راتبه قليل، يعني بيشتغل على نظام مقاومي، يعني بياخذ حوالي ما بيشتغل ما بيقبض، لا يعني 16000 ليره مقابل مثلا انه 10 ساعات عمل. فمثل ما قلت لك انه نتيجه اطلاع السيد وزير التجاره على واقع هؤلاء العمال، مطالبتنا نحن الحسيسي لهم دائما للجهات المعنيه، فاجرى اختبار لكافه العاملين للمخابز ليس في دمشق وانما في جميع انحاء سوريا من اجل استقرار هاليد العامله وتحفيزها على الأرض. بما انه ما توقف ولا يوم رغيف الخبز بوصوله لكل اسره سوريه، عم نشهد استاذ معن عم يكون في يمكن شويه ازدحام على المخابز، كيف عم تتعاملوا مع هالموضوع وكيف عم تكون توزيع الكميات على المخابز؟ بالتاكيد في بدايه الازمه كان هناك ازدحام، مثل ما قلت لك نتيجه العصابات الارهابيه المسلحه التي كانت تدس سمومها بين المواطنين بشكل دائم وتقريبها للمعامل الخميره والصوامع والمطاحن والمخابز المحيطه بمدينه دمشق. هلا نحن كنا احيانا الجيش والقوات المسلحه ساعدنا دائما بشكل دائم بعمليه تنظيم الدور. اما بالنسبه لمستلزمات الانتاج مثل ما قلت لك انه الحكومه دائما كانت خلفنا وكانت متابعه لنا بشكل يومي، وخاصه بالفتره الاخيره لاحظت صار في العصابات الارهابيه قامت بقطع المياه عن مدينه دمشق لمده اكثر من شهر، فكان في ازدحام على موضوع المياه، والمخبز يحتاج يوميا الى الاف اللترات من المياه، مخابز كبيره مثل مخبز دمر وغيرها. فكانت بمتابعة حسيسي من الحكومة والسيد الوزير والجهات الأمنية الموجودة في المحافظة هي تؤمن سيارات الإطفاء وجلب المياه للمخابز من أجل استمرار العملية الإنتاجية في المخابز وتأمين كافة احتياجات المواطنين مادة. سيد معن، يمكن شهر رمضان على البواب، خلينا نحكي عن تحضيراتكم واستعداداتكم لهذا الشهر الكريم. لأن احنا مطمن الأخوة المواطنين بالنسبة لشهر رمضان المبارك أنه نحن ليس لدينا عطل في شهر رمضان نهائيا، والمادة متوفرة، مستلزمات الإنتاج متوفرة حاليا، والوضع هلا المرحلة هذه أفضل بكثير من المرحلة السابقة، لأنه يعني كل شيء صار الحمد لله متوفر لدينا من مستلزمات إنتاج دقيق وخميرة وملح ومازوت ومياه كلها تكفي لأيام طويلة، وليس الخوف في شهر رمضان يعني، وإن شاء الله هيك كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا رب. نحن نشكر كل الجهود اللي عم تبذلوها في سبيل تأمين رغيف الخبز لكل السوريين، وأكيد كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير. شكرا كثير لك استاذ معن خضوب، وانا بشكر منبركم الكريم هذا لوجودكم بين عمالنا، وكل شكر لكم. شكرا لك سيد معن خضوب مدير فرع مخابز دمشق، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.